السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مينو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم درس من كورس تعليم الكروشيه من بدايه الاحتراف. درسنا النهارده عن طريقه عمل الشرشوبه. الشرشوبه دي بنستخدمها كزينه للشنط، تمام؟ الشرشوبه بتاعت الشنط انا هوضح لكم بالتفصيل، بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل الشرشوبه. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقه عمل الشرشوبه. مبدئيا كده انا بالنسبه للادوات اللي هستخدمها علشان انفذ الشرشوبه معاكم بكل سهوله، انا بستخدم خيط كليم وهستخدم الجنش، وبنستخدم مقص، وبتستخدمي كراسه او قطعه كرتون على حسب طول الشرشوبه، بناء عليها بتحددي القطعه اللي انت هتشتغلي عليها. هنبدأ مع بعض ازاي. انا انتي طبعا بتنفذيها باي لون على حسب لون الشنطة، زي ما اتفقنا ان الشرشوبة ديت بنستخدمها علشان نزين بيها الشنط. اوكي، طيب هنشتغل مع بعض ازاي. هنترك الجنش دلوقتي وهو المقص على جنب. يفضل، في حاجة حبيت اوضحها لكم، يفضل ان تستخدمي المقص الكبير علشان لما نيجي نقص كمية الخيوط الكليم بتبقى سميكة، لما تيجي تقصيها المقص الكبير هيقصها معاكي بكل سهولة، مش هيغلبك. اوكي، طيب هتعملي ايه بقى؟ بتيجي كده بتثبتي على اطراف، على الطرف كده بالشكل ده الخيط، على طرف الكراسة الخيط بالشكل ده، وبتبدأ ان انت تلفي اهو. بتلاقي تلفي كده بالشكل ده اهو حوالين الكراسه كلها كده، او قطعه الكرتون اللي انت بتشتغليها، على حسب ما توصلي لسمك الشرشوبه اللي انت محتاجاها، بناء عليها بتوقفي عدد اللفات بتاعتك. انا مش هحدد لك عدد لفات، تمام؟ يعني بس ما تتجاوزش يعني تبقى في حدود من 10 ل 15 لفه زي ما انت حابه اهو. طيب بعد ما توصلي للطول ده بتعمل ايه؟ بتجيبي بقى الجنش. دلوقتي هنبدأ نثبت الجنش. بتجيبي قطعة خيط كده بنفس الخيط، تمام، وبتبدأي تمرريها في الجنش بالشكل ده، تمام. وبنبدأ دلوقتي نعمل ايه؟ بتخليها في المنتصف، بتنصصي الخيط كده. طيب هتبدأي تشتغلي ازاي دلوقتي؟ اهو تمرري ادي الخيوط، ادي الجنش، تمام، وادي كمية الخيوط اللي انت لفتيها على الكراسة، بتمرريها من الاسفل كده بالشكل ده، تمام، بتخليها في المنتصف، وبتاجي طرف الخيط بيبقى في الجنب ده، وطرف الخيط التاني بيبقى في الجنب ده زي ما انت شايفة، والجنش بيبقى من تحت الخيوط، خلاص بنخفيه من تحت الخيوط مش باين. اوكي، هنبدأ نعمل ايه؟ بترفعيه لحد ما تجيبيه في الجزء اللي من فوق كده بالشكل ده زي ما انت شايفة. بتبدأي في الجزء ده هتبدأي تعملي ايه؟ بتبدأ ان انت بتربطي كذا ربط، لحد ما بتتاكدي ان هي خلاص ثبتت معاكي، مش محتاجه ان هي اكتر من كده. بتربطيها مثلا ربطه تانية خلاص كده، وبتثبتيها بالشكل ده. الخطوه اللي بعد كده خلاص هتقصي الخيط. احنا هنا ما قصيناش الخيط لسه، هنقص الخيط ده اللي هو الطويل، باقي بكره الخيوط بتاعتك، وبتبداي تقصي الخيط ده بالنص اهو عند الجزء اللي من تحت كده، قطعة الكرتون او الكراسة. بتبدأي، علشان كده وضحت لك ان احنا نستخدم مقص تخين او مقص كبير، تمام، علشان يتحمل معانا القص بالشكل ده. زي ما انت شايفة كده قصيناها بالمنتصف. هنبدأ نعمل ايه؟ بتبدأي
اهو ادي الجنش، الجنش بتاعي بقى كده في النص، وادي باقي الشرشوبة لسه طبعا ما خلصتش. طيب هنثبتها اكتر ازاي ونخليها شكلها، عشان شكلها كده مش لطيف. طيب هنخليها شكلها احلى وبنثبتها اكتر ازاي بقى، ادي بتجيبي الخيط وادي الجزء في الجزء الاعلى ده كده بالشكل ده، بتبدأ ان انت تربطي ربطة بسيطة كده، تمام، وتلفيها كذا لفة حوالي من 4 لـ5 لفات اهو على الجزء ده، من 4 لـ5 لفات كده بالشكل ده. طيب بتعملي ايه كده؟ بإبرة كروشيه، اي إبرة كروشيه، بتبدأ ان انت تخفي الخيط ده في المنتصف، طرف الخيط بتخفيها في المنتصف كده، طرف الخيط اللي هو الاولاني، تمام. تبدأي بعد كده في جزء من الخيط هنقصه، نقص قطعة كده. الخطوة اللي بعد كده هتبدأي ان انت برضو طرف الخيط بتخفيها من داخل الجنش بالشكل ده، تمام، من داخل الشرشوبة كده بالشكل ده. بتحاولي اي خيوط قصيرة معاكي، يعني اللي هي بتبقى اطراف الخيوط، بتدخليها من داخل الشرشوبة بالشكل ده. طيب احنا في خطوة حابين نعملها، هنعمل ايه بقى؟ بتشدي كده الخيوط بتاعتك بحيث ان انت تساوي الاطوال، طيب بعد ما بتساوي الاطوال بتعملي ايه؟ بتجيبي هنا كده هنساوي الشرشوبة من تحت، بتجيبي كده المقص، بتحاولي على قد ما تقدري، بتاخدي شوية بشوية بس على قد ما تقدري ان الاطوال كلها تبقى واحد، تمام، علشان شكلها يبقى شيك، ما تبقاش حتة اطول من حتة كده، ما تبقاش شكلها مش حلو اهو. وتاخدي بالك انت بتقصي ما تقصيش ايدك، اوكي. ادي كده شكل الشرشوبة معانا بقى بالشكل ده، طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا، ما فيهاش اي صعوبية، تمام. تركزي ان انت تثبتي الجزء ده اهم حاجة، والجزء ده طبعا هو الجنش عادي جدا ان هو يبقى يتمرر كده بالشكل ده، تمام. والشكل النهائي للشرشوبة بتاعتنا بيبقى بالشكل ده. وكده بقى انتهيت من طريقة عمل الشرشوبة بكل سهولة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الشرشوبة بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي لينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني باللايك وشير لعجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام.
حتى اللي كانت موجودة في الوصف أسفل الفيديو. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.